استقطب مشروع كتاتيب التابع لإدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة مئات من المحبين لفنون الخط العربي، والتي تقام في 12 مسجدا في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك بعد أن انطلق في العام 2015 تزامنا مع تتويج الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2014. من مسجد النور، أحد المواقع التي يقام بها مشروع كتاتيب. ها هو أحمد ذو 13 عاماً، الفضول قاده ومنذ عامين إلى دراسة الخط العربي والتعرف إلى حضارة عريقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. وليس ببعيد عنه يجلس بجانبه العم سمير الهاوي لتعلم الخطوط العربية، لتنعكس صورة جميلة وهي أن مختلف الأجيال تتعامل مع هذه القيمة ككنز متوارث. أحب الخط لأن من هواياتي، بل هو فن وعلى كل أن يتعلمه، فلا يوجد صغير على العلم ولا كبير. لقد تعلمت كثيرا من الخطوط، ومنها الرقعة والديواني والنسخ، وأنا حاليا أمارس خط الديواني وأريد أن أكون خطاطا في هذا الخط. أنا كنت أحب الخط من زمان، أنا أولادي خليتهم يروحوا على دورات الخط كلياتها في الشارقة، في منطقة التراث في الشارقة القديمة، ففي بعضهم كملوا وفي بعضهم ما كملوش. أنا شايف حالي زي الأطفال تماما، شو بحكي لي يا الأستاذ بستوعبه وبطبقه، وتقريبا بندخل في منافسات، يعني إحنا والشباب هذول الصغار اللي شايفتيهم شايفين، والمنافسة شريفة واللي بنجح بستمر. المنتسب ببرنامج كتاتيب يحصل على مختلف الأدوات الخاصة به والتي تتوفر بشكل مجاني، ووفق خطة مدروسة ومنهاج مخصص يتعلم الطالب فن الخط وتاريخه وقواعده، بحيث يتخرج المنتسب وهو متقن تماماً لأنواع الخطوط العربية، فضلاً عن تنظيم معارض فنية للمنتسبين مع نهاية كل دورة. غير المنهاج اللي مقرر لهم مثلاً اللي هو الرقعة والديواني والنسخ والثلث، لدينا يعني ورش عن الأدوات الخط العربي، عن بعض الخطوط اللي ما ياخذوها من تصاميم تقهير الورق أو صناعة الورق أيضا وصناعة الأحبار، لتثقيف الطلاب ومعلومات يعني عام عن الخط وأدواته. رغم التطور التكنولوجي الهائل الذي أضعف دور اليد ومهاراتها في استخدام القلم ومن قبلها الريشة، إلا أن الشارقة تهتم وتعي أهمية الخطوط العربية وفنونها الجميلة، حيث تم تسخير كافة الإمكانات في سبيل الرقي والارتقاء بالخط العربي، كونه من الفنون الأكثر أصالة وارتباطاً بالروح العربية وتراثها وثقافتها أينما كان وكيفما كان.